السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات، إبراهيم يحييكم. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن حال. نواصل على بركة الله في سلسلة الشروحات. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا الجزء الثاني من شرح تطبيق أنستاريدر، والذي توقفنا في الدرس الأول في طريقة قراءة النصوص وطريقة ترجمتها. إذا نبدأ على بركة الله. كما قلت لكم، أفضل طريقة أننا نذهب إلى مدير الملفات ثم نشارك الكتاب مع التطبيق. إذا أول شيء نروح إلى مدير الملفات، ثم أذهب إلى ملف الداونلود. ثم أذهب إلى الكتاب. نحدد هذا الكتاب. ثم أضغط على إرسال. Envoyer bouton. Système endroit. أسحب يمين يسار. Annule copy. WhatsApp app. Instareader. Instareader. اختياري صفحات. إذا هنا يعطي لي حقل اختيار الصفحات، وهذه من ميزة التطبيق. يعني إذا كان هذا الكتاب مثلا اختياري واحد من الصفحة. زون دو تكست. يحتوي على صفحة أولى إلى غاية 349 إلى الصفحة. زون دو تكست. يحتوي على 349. إذا راح نحدد من الصفحة واحد من الصفحة زون دو تكست افيشاج دو كلافيي نيميريك. إذا قدمت بالأمس ملاحظة، يجب حذف الرقم السابق ثم كتابة الرقم الجديد، لأنه إذا كتبنا الرقم الجديد سيضيف هذا الرقم إلى الرقم واحد. مثلا إذا أردت الصفحة 8، إذا كتبت مباشرة 8 سوف يكتب لي 18، ولهذا يجب حذف الرقم السابق. Espace. Supprimer. Insupprimer. 8. 8. ثم أسحب إلى غاية 349 إلى الصفحة. Zone de text. يندر ضغطتين. Affichage de clavier numérique. إذن أحذف المحتوى. Espace. 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 Supprimer. 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 4. Supprimer. 3. Supprimer. هنا راح نكتب 13. 1. 1. 3. 3. ثم أسحب إلى غاية موافق. 8. 13. موافق. Clavier numérique masqué. ملاحظات. العدد الإجمالي للصفحات المحددة هو 6، سيتم إعادة الرقم رقم صفحة 8 على أنه رقم صفحة 1 ورقم صفحة 13 على أنه رقم صفحة 6 في الكتاب الصوتي الذي سيتم إنشاؤه، وسيطبع هذا الترتيب بين الصفحات. إذا هنا ملاحظة كنقدمها بالأمس، أننا إذا أعدنا مثلا، إذا أردنا قراءة بعض الصفحات، الصفحة المختارة الأولى ستكون صفحة رقم واحد، والصفحة الأخيرة ستكون على حسب ترتيبها. يعني مثلا إذا كانت صفحة 13 سوف تكون الصفحة السادسة. نديرو فهمت. فهمت. بوتون. أضغط على فهمت. جاري معالجة كلافيي نيميريك ماسكي. تبقى ثلاث صفحات صفحات. هنا يتم معالجة الكتاب. جاري المعالجة. صوت معالجة الصفحات. اكتيفي. عندنا صوت معالجة الكتاب، إذا أردنا تعطيله ندير ضغطتين. جاري معالجة الصفحة 6، يتبقى صفر صفحات صفحات. إذا أردنا إعادة تشغيله ندير ضغطتين. اكتيفي. ننتظر قليلا. الصفحة 1. السعادة الحقيقية حالات وموضوعات وأدوات للقياس تتصف بالجد والجدية، ويجد فيه غير المتخصص علما جديدا مفيدا. هذا هو الكتاب. وتكتمل مصداقية هذا الكتاب من التطبيقات التي يقدمها في ثلاث محالات أساسية. إذن نوقف القراءة، لأن ما يهمنا هو طريقة النسخ والمشاركة وبعض الميزات الأخرى. إعادة تقديم لمدة الصفحة 12 في الصفحة، انتقل إلى سطر إعدادات أدوات. بوتون. مباشرة ندخل إلى الأدوات. مربع حوار. مشاركات. بوتون. هنا أول خيار مشاركة، ندير ضغطتين. حدد تنسيق المشاركة. يعطينا تحديد تنسيق المشاركة، يعني مشاركة هذا الكتاب إما. حدد تنسيق مشاركة كملف. زيب. يتضمن أيضا الملاحظات والإشارات المرجعية وكلمة التخطيط. نصيحة، يمكنك أيضا استخدام هذا الخيار لنسخ هذا الكتاب الصوتي احتياطيا، يمكنك استعادته لاحقا عبر تحميل الملف المضغوط. زيب. في مربع حوار إنشاء كتاب صوتي جديد. بوتون. إذا أردنا مشاركة هذا الكتاب على شكل أرشيف أو كتاب مضغوط زيب، ويحفظ معه بعض التعديلات السابقة.
مشاركة كنص. بوتون. إذن هنا مشاركة كنص. مثلا راح ندير ضغطتين. اختيري الصفحات. نختار الصفحات إما من الصفحة 1 إلى غاية الصفحة 6 أو بعض الصفحات. اختيري الصفحات. 1 من الصفحة. 6 إلى الصفحة. زون. افيشاج دو كلافيي نوميريك. سوبريمي. سي سوبريمي. ندير الصفحة 2 ولا الصفحة 1. يعني من 1 إلى 1. تضمين الرقم موافق. تنبيه. حدد النوع. كيف تريد المشاركة؟ إذا بعد ذلك يعطينا طريقة المشاركة. نص عادي. بوتون. نص عادي. ملف نصي. بوتون. ملف نصي. نص عادي. بوتون. إذا راح نختار نص عادي. سيستيم أندرويد. إذا مع من تريد مشاركة هذا النص؟ مثلا على الواتساب أو الميسنجر أو بعض التطبيقات الأخرى. انتقل إلى إعدادات أدوات. نعود. مربع حوار مشاركة. بوتون. دائما في المشاركة. حدد تنسيق المشاركة. حدد مشاركة كملف. مشاركة كنص. مشاركة كملف. DOCX بوتون. إذن هنا الخيار الثالث وهو مشاركة كملف وورد. مشاركة كصوت. بوتون. مشاركة كمقطع صوت. إغلاق. بوتون. ندير إغلاق. الصفحة انتقل إلى صفحة إعداد أدوات. إعداد أدوات. بوتون. مربع حوار. راح نرجع إلى الأدوات ونشوفوا الخيار الثاني. مشاركة. بوتون. هذه مشاركة شفناها. تنزيلي. بوتون. تنزيل هنا لحفظ الملف نفس الشيء الخيارات. حدد تنسيق. حدد تنزيل كملف. تنزيل كنص. بوتون. كنص أيضا. تنزيل كملف. DOCX بوتون. كملف دوكس. تنزيل كصوت. بوتون. تنزيل كصوت. إغلاق. بوتون. ندير إغلاق. انتقل إلى صف إعدادات أدوات. أدوات. مربع مشاركة. تنزيلي. ملاحظات. بوتون. ملاحظات. هناك ملاحظات صوتية وملاحظات مكتوبة. إشارة مرجعية. بوتون. إشارة مرجعية مثلا إذا أردنا وضع إشارات على كلمات أو فقرات للعودة إليها لاحقا. البحث في النص. بوتون. البحث في النص إذا أردنا البحث على كلمة ما. تتبع القراءة. بوتون. تتبع القراءة. نشوف. تتبع القراءة. رجوع. تتبع القراءة. إحصائيات الكتاب الصوتي. هنا يعطينا إحصائيات الكتاب الصوتي. إسباس. إجمالي وقت القراءة. إجمالي وقت القراءة مثلا هذه 6 صفحات كم مدتها الزمنية؟ 9 دقائق 7 و5 وقت القراءة المتبقي 9 دقائق 44 ثانية إجمالي الصفحات 6 6 صفحات. الصفحة الحالية 1 الصفحة الأولى نحن متوقفون عليها. إحصائيات الصفحة 1 إسباس. إجمالي وقت القراءة وقت القراءة المتبقي 1 دقيقة 40 ثانية إجمالي الكلمات. إذا يعطينا إحصائيات الكلمات والفقرات. 300 الكلمة الحالية 36 إجمالي الفقرة 36. يعني الكلمة التي توقف عليها رقمها هو 36 كلمة. إجمالي الفقرات 6 إلى آخره من إحصائيات هذا الكتاب. رجوع. الرجوع. انتقل إعدادات. أدوات. إشارة مرجع. البحث في النص. تتبع القراءة. ترجمة. بوتون. ترجمة شفناها بالأمس. يعني نترجم هذا الكتاب إلى وهو يدعم 60 لغة. تعديل نص الصفحة الحالية. بوتون. تعديل نص إذا أردنا تعديل كلمة أو فقرة. نسخ نص الكتاب الصوتي. بوتون. نسخ. داك نولولها. تخطي نص. بوتون. تخطي نص. هذه مفادها إذا أردنا عدم سماع كلمات أو رموز أو إيموجيت أو إلى آخره. راح نضعها عندما يصل إليها سوف يتخطاها. نسخ نص الخط. إغلاق. نسخ نص الكتاب الصوتي. نسخ. اختيري الصفحات. نفس الشيء نختار. اختيري صفحة 1 من الصفحة 6 إلى الصفحة. افيشاج دو كلافيي نوميريك. إذا هنا راح نحذف. سوبريمي. سي سوبريمي. رقم 6 ونضع رقم 1. 1. يعني نختار صفحة واحدة. 1 من 1. موافق. تم النسخ النص. كلافيي نوميريك ماسكي. 12% أسحب لتقديم أو إرجاع الصوت. بعد ديفيلمون. بعدما نسخنا هذا النص بإمكاننا لصقه في أي حقل كتابة ما مثلا في الواتساب أو الميسنجر أو الفيسبوك. إذا هذا هو ما تبقى من هذا شرح هذا التطبيق عفوا. أتمنى أن يفيد الجميع وإلى الملتقى إن شاء الله. وبمناسبة نهاية السنة الميلادية استسمحكم جميعا إن كان بدلا مني خطأ ما أو أي شيء
وإلى اللقاء إن شاء الله، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم.